الإفريقي والنجم في كلاسيكو خاص جدا، كلاسيكو من نار. بالنسبة لي مازال الشامبيون الطويلة، على كل ديما كيما قلت نلعبوا ماتش بار ماتش. كلاسيكو اللي فيه زوج جمعيات كبار، نادي الافريقي ولا النجم الرياضي الساحلي. الافريقي عنده اريحيه اكثر في النقاط، لكن هذا ما يمنعش اللي يلزمه يلعب باش يدعم الفارق هذايا. بنفس درجة الأهمية الإفريقي والنجم في حوار صعب على الفريقين، الإفريقي للتخلص من منافسه المباشر والهروب بالمرتبة الأولى، النجم في لقاء الموسم لتقليص الفارق. فوزي البنزرتي قدم تشكيلته المثالية، دانيال سانشيز لا يغير تشكيلة تنتصر. الحوار ينطلق بحسابات تكتيكية كبيرة من الجانبين، ثنائيات أو ديديال ومحاصرة لصيقة للعناصر الأبرز لكل فريق للحد من خطورتهم. عمار جمل عبد المؤمن جابو، بلال العيفة لبغداد بنجاح، حمدي النجاز للذوادي، حمزة العقربي لعلي البريقي، ورامي البدوي لصابر خليفة. النجم ورغم بداية الإفريقي بالهجوم وتوزيع من الذوادي وتدخل من مروان تاج للركنية، فإنه كان الأول على الكرة. اضغط لعب الهجوم علي البريقي لبغداد بنجاح، التسديد هشام بالقروي يدخل. في المرة الثانية وبعد هجوم الافريقي ومطالبة من ياسير المكاري بضربة جزاء، الهجوم يتحول سريع للنجم. خليل بانغورا الجزائري بغداد بنجاح بذكاء كبير في القائم الثاني يتمكن من افتتاح النتيجة، وهدف تاسع لهدف النجم. فرحة أبناء النجم لم تدم أكثر من دقيقتين، الإفريقي يجيب، تيجاني بالعيد يوزع، صابر خليفة بارتماء رأسية يتمكن من تعديل النتيجة. هدف صاحبته برشا نرفزه. أصبح على إثر الإفريقي يلعب على عكس الهجمات، يلقى صعوبة في تجاوز دفاع منافسه بعد ما افتك النجم منطقة وسط الميدان. الحل يبقى في التوزيعات الطويلة في اتجاه صابر خليفة، التحام مع رامي البدوي وهو مساوئ الإقصاء. نقص عددي، نرفزة كبيرة من الممرن فوز البنزرت. الاكسيون هذيك اول ما بديت جريت معناها تضربت معناها في ساخي، ما عادش النجم ما عادش عندي الشوا كان معناها نعمل فوت ولا نبلوكي الادفيرسير. في الشوط الثاني حاول الافريقي استغلال النقص العددي بضغط على دفاع منافسه، الزوادي في مرة اولى من غير اختار على دفاع النجم. في المرة الثانية هجوم الدور فيه الكرة كما يلزم ينتهي بتمهيد من تجاني بالعيد، وكرة الهدف الثاني تضيع على صابر خليفة اللي ضيع يقبل. الهجوم يتحول للنجم، علي البريقي لبغداد بنجاح، من جديد الجزائري بنجاح على موعد مع الشباك، ما يخلي حتى فرصة لبن مصطفى في التصدي، يأكد بالمناسبة أنه يمثل الدابة السوداء لدفاع الإفريقي. هدفان مقابل هدف للنجم، حيرة الممرن سوشيز أصبحت واضحة، قابلتها راحة كبيرة لفوز البنزرتي رغم النقص العددي الفريق. الممرن سانشيز يلعب كل أوراقه الهجومية، تغييرات لم تغير النتيجة بما أن التركيز غاب على هجوم الإفريقي في الأمتار الأخيرة على شهاب الزغلامي على نادر الغندر، لينتهي اللقاء على انتصار للنجم بعشرة ضد 11 لاعب، انتصار خطط له الممرن فوز البنزرتي فكان له ما أراد، مقابل هزيمة للإفريقي ومرة أخرى لا ينتصر أمام الفرق المنافسة على اللقب. بالنسبه لكلوك تو باقي مازال الاولانيه، مازال عنده دو بوان ديكار،
اكريت معناتها الكره تلعبت في زوز كور معناتها ديجا معناتها ليتوال دوزيام ليتوال ما جاتها كان كره هذه معناتها سجلتها تاع بغداد من جهه سو لو بلون ديفونسيف كان معناتها الانيماسيون ديفونسيف قويه نتاع ليتوال معناتها لاكس دو بيت ممكن ما عرفش خروج البدوي زاد قوى الدفاع نتاع زاد قوى الدفاع نتاع النجم الساحلي ديفونسيفمون عملوا ماتش كومبلي سيرتو دوزيام ليتوال اون بليس فيزيكمون عجبوني اليوم الاولاد في ليتوال فيزيكمون حتى الدقيقه 97 كانوا حاضرين وكانوا حتى في اوقات خير من النادي الافريقي في الـ في الـ في الدوزيام بار. عرفنا كيفاش الفرص جاونا زوج فرص ولا ثلاثه استغليناها ماركينا فيهم زوج هذيك هي الكره تماركي تربح الحمد لله. لعبنا اليوم بطبيعه الحال من اجل الانتصار وهذيك طريقتي في العمل نتاعي ديما نلعب من اجل الانتصار نحاول نفرض اسلوبي على الفريق مهما يكون قيمه الفريق ما ننساش كنا نلعب ضد فريق كبير ضد فريق عنده لاعبين مميزين في النادي الافريقي وعنده تاريخ كبير فهمتني لكن نحيناها هيك الرهبه هذيك انت تلعب في رادس وتلعب فهمتني هذوما في بعض الحالات دي ديتاي معناتها سي سون دي فينومين بسيكولوجيك ينجم ياثروا على مقابله كره القدم. مره اخرى على التحكيم معناتها نحب نقول اللي كل مره معناتها يبعثونا معناتها حكام صغار مش مشكله احنا ماناش ضد التحكيم التونسي ماناش كنت ضد معناتها الحكام الشبان ويقول لك عاونوا كيفاش نجم نعاونوا وقت اللي هو ما يعاونش روحه في حد ذاته فهمني وشفنا في الديربي مع جيرات شعمل وشفنا فهمني كونتر جرجيس هذا زي عامر شوشان شعمل معناتها ضربات جزاء معناتها خيالي اعطاها للجرجيس وما تكلمناش وما حكيناش ما احنا كي نولي متضررين اشاك فوا لازمنا نتكلم. Moi, j'ai pas reconnu mon équipe aujourd'hui. Dans le jeu, dans les intentions, dans l'agressivité, on a été dominé. Donc, c'est dommage, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on s'est mis en difficulté en prenant notamment ce deuxième but. Quoi. N'oublions pas que ce n'est pas, le championnat n'est pas fini. On a encore rien fait jusqu'à présent. Ce n'est pas le match d'aujourd'hui qui doit nous faire remporter. On ne néglige rien. Et comme j'ai dit, c'est dans la tête. Le mauvais vent qui soufflait par le passé, tout qu'on cesse maintenant.